السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عساكم على الصحة والعافية، اللهم امين. وياكم اخوكم سيد جلفار، ومثل ما طلبتوا مني وحتى لو ما طلبتوا مني هالحلقة كانت بتنزل الكابلز لوين بتوصلون؟ نحن معتادين لما الشخص يتزوج وبيطري اهله يطريهم باسامي معينة متعارف عليها، وينك انت ويا الاهل، وين انت ويا الحرمة، وين انت ماكسيمم يبغي يطري اسم ويا ام فلان. هل متعارفين عليه من باب الغيرة والعادات لا أكثر ولا أقل، مش معناته أنه في نقص لو قال اسمها، لكن من المروءة أن الشخص يتجنب هذا الشيء إذا كان ممكن يعني. لكن للأسف طلعوا لنا فئات ثنائية كابلز على قولتهم. الأفلام والحفل اللي هم مسوينها لا توصف. يعني أبدأ من وين ولا أخلص وين، ولا أقول هذا سوى ولا أقول هذا أكثر. أنا كلامي في الفيديو كله راح يكون موجه إلى الزوج، مش للزوجة، إلى الذكر، مش رجل يا رجل قال إلى الذكر مش إلى الأنثى، لأن في الأساس هو المفروض يكون يقود العلاقة يعني عادة ومتعارف عليه. يعني تخيل حتى شخص طالع من البيت متضارب ويا حرمته في البيت ناقع بينهم 60 بوكس، تسأله برا شو فيك؟ والله ماشي مشاكل في البيت، شوفيك شوية مختلف يا الأهل. من باب المروءة أن ما يطري اسم أو أسرار بيت أو 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 أشياء كثيرة تخص البيت نفسه، تخص هذا الزواج، ما يطري برا هذا. وأنا أقول ما يطري لا لأمه لا لأهله لا، فكيف بربعة؟ خلك من ربعة للعامة. يعني تخيل أنا ما أعرفك بس أعرف شكل حرمتك، أنا ما أعرفك بس أعرف قياس ثياب حرمتك، كيف هذا؟ يعني تخيل هذا الزوج انا وانت ياسين في ميلس، وهي اقول لك طبعا اتكلم عن اللي يصورون كل دقه في زواجهم، من طقطق للسلام عليكم، من طقطق للسلام عليكم. خليني اسالك، متى تخيل انا انت ياسين في ميلس واقول لك والله صراحه البجام الورديه اللي كانت لابستنا حرمتك امس جميله عليها صراحه، خسرها كان باين. لا وتخيل انها ترى ممكن تقول لي شكرا، لا وتستحي بعد يمكن. شو هالكلام؟ والله جد شو هالكلام؟ وانت تجلس تفكر لي لحظة واحدة شو ياس تسوي؟ اللي انت ياس تسويه من اجل شيئين فقط، فقط الشهرة والبيزات. يا عزيزي بس خلني يعني اسألك سؤال جوابه واضح زين؟ الذكر خش يقول الرجل، الذكر اللي يستعمل جسم المرأة من اجل البيزات، من اجل الكاش، من اجل المال، شو يسمونه؟ ريال ويستخدم جسم حرمته او جسم الحرمه اللي عنده او جسم حرمه بشكل عام عشان يطلع بيزات. هو انت بتقول لي اللي يسوونه صح ولا غلط؟ الموضوع مش في صح ولا غلط، طاف مرحله صح ولا غلط. في فرق بين ان انت تقول لي انا بسوي الغلط ولكن ساتر نفسي، انت حر، اذا انت تخالف اي شيء شرعي ربك يحاسبك، معروف ما حد له دخل. اذا تخالف اي شيء قانوني، قانوني يحاسبك، ما حد له دخل. لكن اذا انت تسوي واحد من هالاشياء وتبرزها قدام المجتمع، خصوصا اسمه السوشيال ميديا، التواصل الاجتماعي، انت يعني يا تتواصل مع المجتمع بشكل عام وتوصل لهم الاشياء اللي عندك، فاذا انت دخلت هالساحه استحمل ليك، لأنه ما عاد شيء خاص. أي شيء أنت تنشره في واحد مواقع التواصل الاجتماعي ما عاد شيء خاص بك أبداً. لا تقول لي خصوصية، خصوصية لما بتجلس في بيتكم بتسوي اللي تباه خذ راحتك، لما بتسوي أي غلط وأنت ساتر على نفسك خذ راحتك، المسؤول عن الغلط هو اللي حاسبك فقط. نحن كبشر كشعب كمجتمع كناس ما ندخل، لكن لما تدخل هالأشياء أنت نص المجتمع لا كمون بيبي. وبدون ما أطري أسامي معروفين لأنهم زي ما بغبش شوية على الوجه بس عشان أعرف أتكلم. ليش لابس جي؟ والله أول شيء حضرت جنابة مشاعل، أو بتشرد الحين بتصير ولا تشرد شردي 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 غاسلة ملابسي كله، ما عندي شيء ألبسه، وخذيت ملابس صراحة بدون ما تدري بعد، فبس لا يجي علي لايك حركات بيس اوت فرش كده تحبيني
تحس تحبين الأكل أكثر مني يا فرح. أنت غاضب. فرح كثر تحبيني. قاعد أتكلم. لما أتكلم شو تسوين؟ تسمعين عيب. إيش كثر تحبيني؟ دعاتي. سألتك قبل ما تأكلين. إيش كثر تعزيني وتحبيني؟ وايد. متأكدة؟ شفتي الصوت؟ متأكدة. يعني بس السؤال، انت هني تبر تراوي الناس انك ظريف وحرمت؟ ما لنا دخل نعرف، ما لنا صلاح نعرف، وما نبى نعرف اي شخص يتابعك يا عزيزي من باب المطنزه. بس ابى اشوف السفلة فلان والسفلة فلانه شو سووا، لا اكثر ولا اقل. يا عبد الله عليك، هذا كلام انت ياس تقوله الحين؟ تحبيني ما تحبي؟ شو 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 لعنة الله على شنبك. وانا بالوتي كله في انهم يطلعون يحاولون يبررون اللي يسوونه، يقول لك حرية شخصية. لا، حريتك تنتهي عند حدود حرية الآخرين، هذا رقم واحد. حريتك تنتهي عند حدود أعراف وقوانين المجتمع، هذا اثنين. حريتك تنتهي عند قانون الدولة، هذا ثلاث. ولا واحد من هذه العيب. حريتك تنتهي عند شريعة ربك. قيس أي وحدة فيهم ومش عليها، أن كل اللي تسوي يخالف هذه الأربعة. مش عارف شو هو يعني عندك. إن أنا عارف أن هذا اللي تسويه من باب، أنا عارف أن هذا اللي أنتوا تسوونه من باب الشهرة، أن تبون تنشهرون خلاص. إيش مشكلة يا أخي؟ ما في حد ما يحب أن الناس يعرفونه، ولكن بشو يعرفونكم؟ يعني بشو يذكرك الإنسان لما ينقال فلان والنعم فيه، ينقال فلان لعنة الله عليه، هذا مشهور، هذا مشهور، هذا معروف، هذا معروف. لكن في فرق. اللي انت تسويه يسمى دياثة. تعال شو الدياثة؟ هي الريال خسي الذكر اللي ما يغار حرمته، هاي هي الدياثة. يعني انت ما خليته شيء، ما خليته شيء. انا ما بأطول في هذا الفيديو، كافي عليكم شيء. ولكن ارجع على السؤال وبحط اختيار، يمكن بعد يعايبكم ما ادري صراحه، لكن خلينا نشوف الكابلز لوين بتوصلون عقب كل هذا. وياكم اخوكم سعيد جعفر، حياكم الله قناه ولف تيوب. حلقه كانت خفيفه ولطيفه، ما حد بيتزود فيها، ان شاء الله تكون عجبتكم. اللي حاب ولعبه الحلقه لايك سبسكرايب وشير وكومنت لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.